السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه بوكسري، ده بيعمل ايه؟ ده بيحول مثلا اي حاجة تكتبها لصورة، وفي ان تتحول التكست لبيكسل بالشكل دوت. خلينا نبدأ تكست تو ايمج. هنا بيقول لي اكتب الحاجة اللي انت عايزها، تمام، ودرور باي مي سيتنج لو في اعدادات معينة عايز تعملها، واقول له سبميت، هو يبدأ يكون لي الصورة ديت، فيبدأ يطلع لي الصورة بالشكل ده. طيب نجرب حاجة تانية، تكست تو بيكسل، وهنا بنبدأ نختار واقول له سبميت، فبيبدأ يعمل صورة ويحولها لبيكسل. هنشوف تأثير الكلام اللي احنا بنكتبه على كل صورة فيهم هتطلع ازاي. هو بياخد شوية وقت على ما يبدأ يكون الصورة. الجميل ان هو اوبن سورس، فتقدر تاخد الكود وتعدل عليه لو انت حابب. فالنتيجة اللي طلعت ديت اهيت، ودي لسه بتعمل لها ابديتد، ودي برضو لسه بتعمل لها ابديتد، لسه ما خسرتش. فهو البرنامج بتديله كلمة وهو يبدأ يكون لك صور زي ما انت عايز.